تقنية للمنتخب الأرجنتيني. تلعب محاولة بالراس، خطرة جول، خطرة جول، الله الله، أيالا أيالا أيالا، روبرتو أيالا على طول. الركنية الرابعة والخامسة منتخب الأرجنتيني، من المتعهد، من المنفذ على طول من ناحية اليمين، وأيالا أيالا المخضرم، أيالا المخضرم يسجل الهدف الدولي السابع. شوف الإعادة من كيلمي، وهوب أيالا، هوب أيالا، هوب أيالا، راح براسه، عمل لها دايفنج، عمل لها دايفنج. شوف أيالا على طول بيحطها على يسار، على يسار يانس ليمن. أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة أرجنتيني، أول أهداف المباراة عن طريق المخضرم الذي يلعب المباراة رقم 105 ويسجل الهدف السابع روبرتو.